ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن مجموعة خياطين في بلدة تامبوف الروسية يعملون على حياكة قبعة صوفية باستخدام 70 كيلوغرام من الخيطان الملونة، حيث أعلن سكان البلدة بأن إحاكتهم للقبعة والتي تحمل ألوان العلم الروسي وشعار ألعاب سوتشي الأولمبية بالإضافة إلى رقاقات ثلجية جاء احتفالاً باستضافة مدينة سوتشي للألعاب الأولمبية الشتوية، ومن المفروض أن يتم الانتهاء من صنعها قبل مرور الشعلة في البلدة يوم الأحد القادم.